وكذا لعيب لعب في مكان مش مكانه، لا يعني الموضوع كان احتفاليه كامله، ولكن اللي خلى النادي الاهلي طيب ياخد هروح الموضوع سريعا بجد. بس كابتن، معايا كابتن فؤاد انور طبعا نجمنا النهارده، والتكريم اللي اتعمل الجميل عشانه طبعا كابتن فؤاد انور المونديالي كابتن المنتخب السعودي. كابتن فؤاد انور مساء الخير عليك يا كابتن، مساء الخير. تحياتنا ليك ومبروك النهارده، مبروك يوم رائع. كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن شريف عبد المنعم بيرحبوا بيك وبيباركوا طبعا لحضرتك النهارده اليوم الجميل ده. والله كلمة مبروك المفروض اليوم تنقال للجمهور المصري. الجمهور المصري اليوم يعني الكرنفال هذا او الحفل تزين بالجمهور اللي في المدرج. انا اقول هنيئا للنادي الاهلي بجماهيره سواء خارج مصر او داخل مصر. النادي العريق هذا نادي القرن حقيقه اثبت اليوم انه نادي كبير بجماهيره بتاريخه بجميع ما يملكه حقيقة هذا النادي. وأشكر أيضا زميلي وصديق محمود الخطيب اللي كان متواجد اليوم، أشكر سعادة السفير المصري اللي شرفنا حقيقة اليوم في الحفل. حقيقة أنا بدل أشجع الأهلي المصري من اليوم. أنت ما كنتش بتشجعك كابتن قبل كده؟ لا بجد؟ أنا كنت زملكاوي. لا طيب كابتن فؤاد، كابتن عادل عبد الرحمن معاك. كابتن عادل، انا بس ابغى مرتضى منصور يقلب علي بعد. كابتن فؤاد ازيك، عامل ايه؟ كابتن عادل عبد الرحمن مع حضرتك كابتن. اهلا وسهلا حبيبي، ازيك كابتن فؤاد؟ اولا انت شفت النادي الاهلي لما كنت معاك على طول كنت اقول لك ان النادي الاهلي اكبر شعبيه، صح ولا لا؟ صحيح. ادي اللعيبه النهارده ما شاء الله، المباراه عندك اقوى من مباراه الاتحاد وهلال. لا اليوم ما شاء الله. انا كابتن حاسس بالسعاده اللي موجوده في صوت حضرتك باليوم، لان هو طبعا كابتن فؤاد يعني لاعب دولي ولاعب في كاس العالم مرتين متتاليتين، فبالتالي لا ده حاجه النهارده هو اداري وبيدير دلوقتي في نادي الشباب وشغال. لكن يا كابتن اختياركم للنادي الاهلي يمكن ممكن كلام كتير يقول لك طب من ميلان اروح اجيب برشلونه، لكن اختيار النادي الاهلي واضح جدا نجاحه بشكل كبير في وجود المباراة النهاردة في طبعا استاد الأمير فيصل طبعا بن فهد. أنا أشوف أن نادي الأهلي حيكون مطلوب مستقبلا لأي لاعب سعودي يتمنى أنه يعمل اعتزال، لأن الجمهور أثبت اليوم أنه يلازم فريقه في كل محل. من خلال قناتكم أيضا أشكر عضو الشرف أو رئيس الشرفي فخري لكم، الرئيس الشرفي او الرئيس الشرفي معالي الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه. حقيقه الرجل هذا خدمني في هذا الاحتفال وفي هذا الكرنفال، انا اقول له الف شكر. انا كل ما طلعت في قناه ساشكر حقيقه هذا الرجل على ما قدمه للاعبين السابقين، وانا احد هذول اللاعبين، وجهد 18 سنه تقريبا من اللعب اليوم تتوج بهذا العرس، وانا سعيد وحضوره اليوم شرفني. فاقول هنيئا للرياضيين تركي آل الشيخ في الرياضه. جميل جدا كابتن شريف عبد المنعم، طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي بيبارك لحضرتك، وكان عايز اسالك على حاجه كابتن فؤاد. ولا حاجه، انا عايز اسالك اقول لك الف مبروك، ده اقل تكريم للاعب كبير زيك، لاعب دولي ولاعب عالمي ولاعب يستحق المزيد من التكريم من زمان، فالف مبروك علينا النهارده ان احنا شفناك وسعدنا بيك جوه الملعب، ودي كانت الحاجه الاجمل اللي كانت موجوده في الاحتفاليه، وجودك في وسط الملعب النهارده معانا. اللي جاي في الاعتزال مين يا كابتن فؤاد بقى الاهلي هيجي؟ فهد الهريفي ولا مين؟ الاعتزال الجاي فهد الهريفي بس ما قرر متى. انا عارف. ومين الثاني من الشباب ممكن؟ والله نتمنى كل النجوم اللي خدموا الكره السعوديه ان يقام لهم حفل اعتزال، وانا متاكد باذن الله هي ستيب باي ستيب، يعني الان هذه فرصه بداها فؤاد انور مع رئيس الهيئه، وباذن الله ان زملائي اللي خدموا الرياضه
حيجيهم الدور ان شاء الله باذن الله. كابتن فؤاد اخيرا يعني اي رساله عايز توصلها للجماهير العربيه او السعوديه المصريه او الاهلاويه، يعني اي رساله من خلال قناه الاهلي تحب توجهها؟ احنا موجودين مع حضرتك، اتفضل. انا اقول للاعيبه الاهلي هنيئا لكم حقيقه بهذه الجماهير اللي في داخل مصر وخارج مصر. جماهير تشرف حقيقه في الحضور في المدرج. اشكر جميع الجماهير اللي حضرت اليوم في من الجاليه المصريه سواء العوائل او الشباب. والف الف شكر لكم. كابتن نورتنا وكنت سعداء بيك وانت بتلعب كوره وانت بتلعب في الملاعب او المستطيل الاخضر، سعداء بيك حاليا ان شاء الله في الجزء الاداري، وبالتوفيق ليك كابتن فؤاد طبعا نجمنا الكبير. والنهارده كان يوم العرس بتاعك او العرس النهائي بقى بالنسبه ليه كره القدم، شفناك متالق وحاجه جميله جدا. كابتن فؤاد انور نجم المنتخب السعودي ونجم فريق الشباب السعودي، بشكرك شكرا جزيلا، يعني حاجه رائعه.